ليس، تعرف لي شو اسم هاللعبة هاي؟ لا، هذه إيش اسمها؟ اسمها مستشفى الرعب 2. لا لا، ما أبغى، شكراً. هو أنت خفت منها ولا إيه؟ لا طبعاً، أنا ما أخاف من شيء أبداً، بس الموضوع جارنا الغريب عمو زعل. يا ويلي، غيروا الطريق بسرعة. وأنت ليش لهالدرجة هاي خايف منه يا ليس؟ أصل الرجال هذا على طول غضبان ومتضايق كده، وما في أي أحد يحبه أبداً، على طول بيتكلم بطريقة سيئة وبيضايق اللي يعرفهم. استخب بسرعة، حنستناه يعدي بعدين نمشي. خلصنا منه، كان حينتبه علينا. وش سوى؟ بتعملوا ايه هنا ومستخبين هنا كده ليه؟ الحقونا! لا! ارحموا! ايه ده؟ هو انت لابس شورتي ليه كده؟ الولد ده مش مغيره له ليه يا ست انتي؟ تعالى يلا وحطه. ما ينفعش تركنه هنا كده، في بضاعة جاية كمان شوية. واغسل العربية دي بقى، بقت عاملة زي الطينة. ايه اسكتوا، عاملين دوشة وإزعاج كده ليه؟ بس مثل ما حضرتك شايف عم نسمع بالهيدفون. قلت اطفوا المزيكا دي بسرعة. أرخم على مين يا ترى دلوقتي؟ فلافيلو، أنا خلاص ماني قادر أكمل هذه اللعبة. بكلمك فلافيلو، رد. الرجال اتجمد. فلافيلو، فلافيلو الذي تحاول الاتصال به غير متاح. خلاص يا فلافيلو، هذه لعبة عادية جدا. استنى، أنا راح أفوقك من هذا. ما نفعت هذه. يا ليث يا ابني، تعال رجع معايا عمك فلافيلو. ما راح اعرف يا بابا، لاني بتفرج على الرجال اللي في الشقه اللي قدامنا. ليش تتفرج على الرجال اللي قدامنا بابا؟ الرجال هذا بصراحه مره غامض بشكل غريب. بلغ موضة يا ابني، انت مفكرها لعبه فيديو؟ طيب ليش بيراقب الكل ويسوي حركات مفاجئه ومخيفه؟ انا متاكد ان الرجال هذا وراه سر. يا ابني يا حبيبي، هذا رجال عجوز وسنه كبير، في ناس لما بيعجزوا بيصيروا معصبين كده، سيبه في حاله. لا يا بابا، الرجال هذا في شيء غريب، صدق اللي انا بقوله. طيب طيب، مالنا دخل فيه. ينفع انام جنبكم النهارده لو سمحتوا؟ هذا معقول؟ انتوا ليش مو مصدقيني؟ في غول شاور اللي بيده، انا ما بكذب عليكم. طبعا طبعا، ايوه اشر لك بيده. يلا عشان نلحق نطير الطياره حقتنا قبل ما يروح الهواء. عجبتكم طيارتي الورق الجديده؟ عملتها من الحلويات، هطيرها معاكم وبعد كده هاكلها. اسم الطياره هذه الاخوان رايت، انا سميتها باسم اول واحد اخترع الطياره. يلا جاء الهواء، امسكوا الطيارات كويس. ليس ليس، شفت طيارتك دخلت بيت مين؟ دي مشكلة. لا، بيت مين يعني؟ بيت الرجال اللي انت دايما تقول عليه غريب وغامض. ايش؟ انت تتكلم جد؟ على كده ما ينفع نروح ناخدها منه ابدا. ايش هنسوي احنا الحين؟ شوفوا انا حليتها، شوفوا الرجال خرج من بيته وشكله كده طالع. نطلع دالحين نجيب الطيارة من فوق وننزل قبل ما يرجع. طب وايش هنسوي في الغول اللي فوق؟ الغول مو حقيقة، هذا عبارة عن اسطورة، اكيد كان خيالات. يلا خلونا ناخد الطيارة قبل ما يرجع الرجال. ممكن أراقب لكم الطريق مقابل بسكوتة واحدة بس، وما تخافوش مني خالص، وخدوا الصناديق دي ادخلوا فيها عشان ما حدش يشوفكم. الخطة بتبدأ دلوقتي حالا. دوم دوف دوم دوف دوف دوم دوف دوم دوف دوم دوف. اشمعنى انا اللي دخلتوني في صندوق تلاجة؟ معلش يا رستم باشا، ما عندكش صندوق انسان آلي ممكن تدخلني فيه احسن؟ طب استنى اما بص في المخزن. جنكيز بلا هبل، ايش بتقوله رستم؟ اطلع في اول الطريق، يلا قدامنا، راقب الطريق بالمنظار، حنروح نجيب الطيارة ونرجع. نط 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 نط.
شوف الناس دي عملوا ايه برضو؟ قلت كام مرة محدش يرمي زبالة هنا؟ ايه ده محدش بيفهم؟ بولاد يلا شيل معايا دول نرميهم على بيتهم يمكن يعقلوا ينضفوا. ايوة كده عشان يستاهلوا. يلا امشي. المكان هنا شكله مرعب قوي، ده في شبه من الدولاب المكسور بتاعي. يلا يلا دور على الطيارة عشان نمشي بسرعة من هنا. تحركوا يلا. تحركوا بشويش وبعدين على ايش تدوس وسوي الاصوات هذه؟ مش صوت رجلنا، اصل بطني جاعت. شوفوا شوفوا عنده جوائز قد ايش. ها لقيت الطيارة. تمام خدتها. يلا نروح من هنا. ايش فيه؟ ايش ده؟ الحقوا الشباب يقطعوا عليها اسنان. دخول غير مسموح به، بروتوكول الدفاع يتم تطبيقه الان. طلع عندهم بروفيترول على الغدا، هنحلي كمان. انا مش عارف بضحك على ايه. هذا حظوظ رستم بيساعدنا. ايوه دول كده في مشكله. يا بهوات يا بهوات انذار احمر، الراجل العجوز جاي، خلوا بالكم اطلعوا من البيت بسرعه. بابا يلا على الباب. حاضر يا ابني. ماني شايف شيء قدامي يا بابا. فين الباب؟ روح افتح الباب يا بابا. فلفيلو اسكت. تمام تمام امشي يلا نمشي من هنا. يلا يلا. ايش اللي صار هذا؟ احنا اتحبسنا تاني. يا فلفيلو خلاص الضحك خلص، انت ليش لسه قاعد تضحك؟ مش عارف. فاكرني ايه؟ واحد عجوز وعادي كده عايش حياة عادية ولا ايه؟ متين تعال اتصرف مع الضيوف المشاغبين دول وعلمهم الادب. يا ترى ايه رايكم بقى يا حلوين؟ هو ماله بيضحك كده ليه؟ اكيد مش مبسوط. الحقونا. ايش تكريم الكوميديان المشهور اللي غرق تشكو سلوريكا في الضحك القوي؟ كوميديان؟ أنا خلاص كده هخلص عليكم. من جد أنت كوميديان مشهور؟ إيه؟ مين؟ بتقول إيه؟ بابا شوف الأشياء هذه وأنا حسلم على عم متين وأجيك. إيش هذا؟ مرحبا يا عم متين، ما رح تسلم عليا؟ بس أنا إيه؟ إيش هذا؟ كوميديان؟ يعني ما صار في شيء يخوف هنا خلاص؟ شوف كده هذا؟ هالرجال طلع دمية يا بابا، شوف؟ يلا تعالوا ناخذ سيلفي مع الدمية. تشيز. امال انت خوفتنا كده ليه يا عم انت؟ شوف شوف قلبي لسه بيدق اهو. معلش ده مش قلبي اللي قاعد هنا. فهمناك يا عم، زعل انت يا ابو دم خفيف، تاريك كنت كوميدي مره مشهور من زمان. حنعرف الحي كله عشان ما احد يخاف منك بعد كده. انا اسف آسف جداً، أنا ما كنتش عايز حياة كده أبداً، أنا دايماً عايش لوحدي، خسرت كل أصحابي ومش مشهور زي زمان، ما حدش عايز يقعد معايا أبداً، وأنا بستمتع وأنا بمثل إني غضبان وعصبي، بس في العادي أنا مش كده، فهمني ولا هتفتكروا إن أنا بكذب عليكم علشان تسامحوني. أنا وحيد وحزين، أنا تعبان هنا، نفسي في أصحاب. بس لا تبكي، احنا طبعا مصدقينك. معلش غصب عني، انا كنت عايز اعيط. ما كنا نعرف انك حساس كده ولا ايش؟ ايوه طبعا،
في الآخر أنت من جواك طفل جميل زينا بالضبط، وكنت كوميديان شاطر زمان. إحنا مرة نحبك، أنت ممكن تيجي تقضي وقت معانا كل أسبوع في أجازتنا. أوه يا سلام، يلا نروح نطير الطيارات سوا. ممكن بجد، دي حاجة حلوة أوي. أهلا بيك وسطنا يا عم زعل، هنشتري لك طيارة في الطريق. حلوة أوي. أنا الغول. إيه ده؟ إرهابوا إلحقونا. شفت هربوا ازاي؟ خوافين قوي. انا مش عارف هم خايفين من ايه الجبنة دول. الحقوني. ده بيلعب بجد. انا لازم انط اعلى منك. طبعا أبو طاقية هو اللي هيكسب. بس البنت بتنط كويس يا فلافيع. انتوا ايش بتسووا هنا انتوا الاثنين؟ في ماتش بينهم، مين هينط اعلى يا عنود؟ هيعجبك قوي. عادي عادي، زودتوها مرة، في ضيوف جايين. انا ما قلت لا تبهدلوا الصالون. انا خلاص تعبت جد منكم كلكم. درغام، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. عايز اعمل زيهم. وسع الطريق. ايش فيه؟ اهلا ابو السباع، ازيك؟ انت عامل ايه؟ امشي من هنا. ها. ليه كده بس؟ الكنبه اتدمرت. ليه رزان، اطلعوا يا اولاد معايا، لازم نطلع عمكم فلافيل ولنحشر. فين حيجلسوا والكنبة كده؟ الحريم فين هيجلسوا؟ يا أخي لا يجوا أحسن، مو مهم، بسببهم إحنا مو عارفين نلعب جيمز في الصالون. قدامكم 3 ثواني تحلوا مشكلة الكنبة اللي خربت. 3 8 2 15 1. طماطم مقلية. ها؟ لقيتوا حل ولا لأ؟ بابيكيا. ها؟ إيش الصوت هذا؟ الصوت هذا جاي من برا. روبابيكيا. هو بيقول ايه ده؟ هذا حق روبابيكيا، هم دايما بينادوا كده يا فلافيلو. روبابيكيا. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ مش قلتلي هم بينادوا كده فبنادي زيهم؟ الرجال بينادوا كده عشان الناس يعرفوا انه جه ويشتروا منه ويبيعوا له، هذه عادة معروفة وقديمة. شوفوا حق الروبابيكيا هذا معاه كنبة تشبه حقتنا بالضبط. فعلا يا بنتي، يلا يا فلافيلو نروح نجيب الكنبة هادي قبل ما العنود تتضايق مننا أكتر من كده. فلافيلو. ضرغام. لا تطيحها، انتبه، ارجع ورا شوية. مش عارف، الكنبة القديمة موجودة. مو مشكلة، اتخلص منها. يلا باي باي. تمام، انزل واحدة واحدة لتحت. خلاص رزان، ما تبغي تسوي قلعة في الكنبة الجديدة؟ ايوه يلا نسوي قلعة. بس حق الروبابيكي حذرنا، الكنبة كان لها صاحب قبل كده، وفي يوم من الأيام وهو نايم عليها اختفى، وما حد راضي ياخدها عشانها كنبة غامضة، وصاروا يخافوا منها مرة. وانتم ليش تجيبوا لي أشياء غامضة؟ عشان لقيناها ببلاش، والرجال مشكور كمان أعطانا هذه الشمسية هدية عليه. فيشت شوشت شوشت شوشت. تعرف إيش حيصير لنا بسببها؟ الرجال علشان يتخلص منها أعطاها لك ببلاش. مين عارف إيش اللي ممكن تسويه فينا؟ إيش مسوي يا جوا يا رزان؟ رزان يا رزان. رزان رزان ما بترد علي. بابا رزان اختفت. الكنبة كلت رزان يا ناس. سوينا قلعة من الكنبة وبعدين رزان دخلتها وبعدين اختفت فجأة. رزان اختفت. يا عنود، ممكن تديني وصفة السمبوسك اللي عملتيها من يومين؟ لا لا استني استني، مش وقته الكلام ده، صح؟ ده مش وقته خالص. ايش اسوي فيكم الحين؟ فين وديتوا البنت؟ رجعلي بنتي يا ضرغام. لا تقلقي عزيزتي، هذه مهمة سهلة من مهام المحققان العظيمان. راي نسوي قلعة تاني من الكنبة وندخل واحد ورا التاني وبكده نلاقي رزان أكيد. أيوة إحنا هنعمل حاجات مجنونة تاني. تمام خلاص، أنا رح أدخل أول. وأنا وراك. هوبي. وسعوا الوحش جاي. هذا مستحيل يكون بيت، هذا فيلم كرتون. ايش ده؟ احنا وين في؟
شوفوا اقرا يا بابا اللي مكتوب على اللافته اللي هناك هذه. حب الطبيعه، احمي الزرع، بوس الشجر، والعب مع السنجاب بالراحه. لا، اللافته اللي جنبها اللي هناك. اهلا بكم الان في مملكه الظلام. اهلا وسهلا. في صوت جاي من الادغال هناك. ده ممكن يكون وحش ادغال يطلع لنا. بطل يا فلافيلو شويه، ما في وحش اسمه كده، ممكن يكون سنجاب صغير. سكواك واك. ها شفت، ما قلت لك سنجاب صغير. دي شجرة براس سنجاب يا درغام. فين حنروح تاني؟ كده حنطيح ونتدحرج. بالراحة 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 يا فلافيل. وسعولي. بنطيح. الحقونا. الحقونا. ايش حنسوي؟ احنا بنطيح سوا. ما بنطيح؟ برافو عليك يا عم فلافيلو. روعة يا فلافيلو، كأنك بسة ومسكت فار، عرفت تتصرف. ايه اللي بتقوله ده يا درغام؟ انا شبه القطة في ايه عشان تقول كده؟ وادي المطر خلص. ايش فيه؟ انت ليش قفلت الشمسية؟ عشان ما فيش مطر خلاص. ايش بتقول يا فلافيلو؟ مو انت فتحتها عشان تنقذنا من كل هذا؟ لا، انا كنت فاكر ان الدنيا هتمطر. مخك هذا كيف يشتغل بالضبط؟ نفسي أفهم يا فلافيلو. ما بيشتغلش، شوف. اعترفوا انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا شكلكم مش من هنا ومش شبهنا. احنا من تبة الحيوانات، عايشين هناك. ايه تبة الحيوانات؟ وانا كمان من التبة، كنت قاعد فيها من سنة. يعني طلعنا جيران على كده. عجباني دقنك قوي دي يا عمو، ممكن تديني شوية لزقهم؟ اتفضل، ده حتى احنا طلعنا جيران. ايوة كده بقى عندي دقن انا كمان. هحط حتة ولا اتنين هنا كده. بقيت راجل عجوز. انت مو صغير اصلا يا فلافيلو. بابا الرجال هذا غالبا هو صاحب الكنبة اللي سوت كده. ايه كنبة ايه؟ تعرفوا الكنبة دي منين؟ قولوا بسرعة. عشان كده احنا اخذنا الكنبة هذه من حق الربابيكيا قبل شوية. ايوة وعملتوا قلعة من الكنبة كلكم وجيتوا هنا، مش هو ده اللي حصل؟ ايوة اختي رزان الصغيرة تخبت وجت الاول، واحنا مو لاقينها الحين. للأسف انا هنا بقالي سنة بسبب الكنبة الغامضة دي. اختك اختفت ومش لاقينها. ده طبعا خبر مش حلو خالص. هحكي لكم حكاية المكان ده يمكن نفهم اللي حصل. ملك الديار ديجو مولوكو وحش قوي ومش كويس، وعلى طول بيرقص، وده بشكل غريب، عشان كده هو قاعد طول الوقت ما بيشتغلش، يفضل يرقص ويرقص وبس. والكنبة الغامضة دي دايما بتنقل الناس، والملك بيمسكهم وبيحبسهم في القلعة وبيشغلهم ليل ونهار من غير رحمة. راجل ست طفل ايا كان مضطرين ينطوا على الكنبة، ومحدش فيهم يقدر يبطل نط ابدا مهما حصل، وده كله عشان يخلوا تراب الكنبة يطير حواليه، وبالتراب اللامع اللي موجود حواليه في الهوا ده الملك ديجو مولوكو بيعيش في الدور اكتر ويستمتع، وبيرقص رقصة كتير، ده حتى بيرقص دبكة. معقول هذا؟ يعني لازم نروح ننقذ رزان من الملك هذا؟ ايوه يلا. عمو هات حتة دقن تاني كده، عندي حتت فاضية. ليش أعطاني سيف خشب الرجال هذا؟ هذا ما يقطع التفاح الطري حتى. دقيقة واحدة دقيقة، في صوت جاي من هناك، تعال اسمع كده. ساعدونا رجاء، حدا يطلعنا من هون، ساعدونا رجاء. شوف يا بابا، خطفوا كل الحيوانات وحبسينهم في قفص، تقريبا حيودوهم القلعة. أنا كبير وعجوز وبدقن كبيرة، أنا عجوز وعندي دقن، وعشان كده لازم أشوف الشجر كله وأقول نوعه. دي شجرة بطيخ. انا اتشنكلت في دقني يا درغام، انا مش شايف حاجة خالص. انا حقص لك الدقن هذي، انت جننتني ترى. استنى كده ايش في؟ ايش ده؟ اهلا. دول نسوني هنا شكلهم. طلعوني من هنا، ابغى المحامي حقي، ابغى البقال حقي، ابغى الفكهاني ضروري. لا
رائع جدا، ضيوفنا الجدد، انتم مرحب بكم في مملكتنا وزنزانتنا. هتخليها زنزانه زي هذه؟ لو زي هذه تمام، هذه زنزانه لطيفه مره. لا ليس هكذا، انا لا اقصد ما فهمته انت، قصدي ساريكم تعاسه لن ترونها من قبل. لو قصدك انها زنزانه زي هذه ما راح نكون تعيسين، في كل شيء هنا، شوف كرسي شباك وطاوله كمان. طاولة؟ من وضع لكم طاولة هنا؟ المهم أنا سأذهب وأنا أضحك ضحكات شريرة جميلة وأنتم تبكون بعدي، مفهوم؟ إذن لماذا لم تبكوا؟ الرجال هذا إيش به؟ إنك تكون كبير ده شيء ممل قوي، مش ممتع خالص ده، أنا عايز أرجع بقى طفل زي زمان. يا ابني الكبر مش بالدهن، كل إنسان مننا جوا شوية طفولة. لا طبعاً، أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت برضو مش فوق قوي. حتى الأغنية دي بوظتها، أنا مش عارف أنت جيت لي منين بالظبط. نفسي أفضل صغير أنا على طول، أكل وأنا راجع أكتر من طبق الفول. صوتك هيوقع الورق من على الشجر، حرام عليك، أنا راجل كبير الحق. في الوقت بعد الراب انا الطفل بحب اللعب، اقفل الباب على الناس اللي عايزين ينزلوا. ايه ده؟ اوه في حريه الحقوني. هذا هو وحش الحرائق. اهربوا هيا اهربوا هيا اهربوا هيا اهربوا هيا اهربوا هيا اهربوا هيا اهربوا. انا جاي انقذكم، ما تقلقوش، انه وحش الحرائق، اهربوا. اها لقيت المخرج، تعالوا يلا. اها سلامتكم، الف سلامه يا جماعه. ساعة وحلوة قوي، أخيرا خلصت من الدقن السخيفة دي، وخلي لك الدقن والكلام ده لوحدك أنت يا عم. وكمان ليه؟ بنتي أنت كويسة؟ أنا كويسة، بس ما أبغى أشوف كنب تاني. إحنا كيف هنرجع البيت؟ دي كنبة سحرية، لو أنتوا عملتوا منها تاني قلعة يبقى هتروحوا البيت على طول. يلا نسويها حالا. تمام كده قوي، يلا نطوا بسرعه جواها. حضرتك ما راح تيجي؟ انا تعودت على المكان هنا، والرجوع هيبقى صعب بالنسبه لي، انا هفضل هنا انقذ الناس من الملك الغريب ده. شكرا على كل شيء يا عمو، عن اذنك. وسعوا للخطير. اهلا بيكم، بس مو مره يعني بصراحه. ايش ده؟ ايش في يا العنود؟ ايش بك؟ ما خربت القلعه عشان تيجوا والضيوف ما يجوا، وعشان كده يا رزانة تنطنطي. على كيفك وزي ما تبغي يا بنتي، خلاص خليكي براحتك وافرحي والعبي انت واخوكي، وابوك يجيب لنا كنبه جديده. كنبه تاني؟ تنطيط تاني؟ لا انا ايش قلت لكل هذا؟ خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، صفر. نزلت اللعبة، نزلت. هوب. أخيرا. نزلت. إيش في؟ إيش هذه اللي نزلت يا ابني؟ نزلت. اللعبة نزلت. كافي كافي، لا تسووا كده، الناس نايمة. ايش بتسوي يا فلافيلو هنا الحين؟ جيت اقبض على الحرامي اللي بيسرق التلاجة. لا تألف يا فلافيلو، انت قمت من النوم جيعان فقمت على طول تاكل عندنا. مش قادر امسك نفسي يا درغام، الاكل بصراحة عندكم حلو قوي. سيبكم من التلاجة الحين، انت ليش بتصرخ يا ابني في الليل كده؟ اصلها نزلت يا ماما، نزلت اللعبة اللي منتظرينها صار لنا 10 سنين، البروفيسور صائد الفضائيين 3 نزلت. معقولة؟
كل الصراخ ده عشان لعبة جديدة نزلت السوق؟ أيوة يا ماما، يلا ادوني فلوس عشان أروح أجيب اللعبة بسرعة، يلا. فلوس؟ هذا مستحيل، أنت جبت لعبة قبل يومين. يا بابا أنا مالي صلاح، لازم أجيب اللعبة هذه بسرعة جداً. بس إحنا يا ابني مصاريفنا مرة كثيرة، ومرتبي اللي أنا بستلمه بقسمه على حسب احتياجاتنا، كل شيء يا ابني وله وقته. أنتوا ليش مصعبينها؟ طب اديني بس أنت المرتب حقك وأنا حجيب كل احتياجات البيت، وكمان حوفر فلوس كثير عشان أجيب كل اللعب اللي أنا أبغاها. كلام كبير من ولد صغير. مذيعة التلفزيون كانت بتقول ادوا للأطفال مسؤوليات كبيرة عشان ثقتهم بنفسهم تكبر وينجحوا كمان. وليلي ايش قصدك يعني؟ أعطي ليث كل مرتبي عشان نشوف كيف راح يتصرف فيه؟ نجرب ونشوف، ما راح نخسر شيء. خلصنا خلصنا. شوف، طالما أنت بتقول إنك أحسن واحد يدير البيت، اتفضل الكريدت كارد حقي. أنت الحين المسؤول قدامي عن مصاريف البيت. آه يا سلام، أنا الحين أخليكم تشوفوا كيف تضبطوا مصروف البيت. بس كريمة التورتة دي طلعت قليلة قوي يا عنود. أشوف. شوف يا إيه. أوه. معلش اتزحلقت من إيدي. أنا آسف، بس برضو الكريمة قليلة. هسيبكم أنا بقى واروح أنام. يلا يلا اوعى، امسك امسك ما تسيبوش، امسك كويس، نزله. يلا هاتوا عندي هنا، خلي بالك كويس، اوعى حاجة تقع، خلي بالك. ايش في هنا بالضبط؟ ايش اللي بيصير قدام البيت؟ في احد يعزل من الشارع ولا ايش؟ انت جاهز؟ هرميهولك، هات هات. ليه كده بس يا فندم؟ مش ناقص غير توقيع حضرتك هنا وكله تمام. تمام، شكرا جدا، باي باي. يوهو حلوة قوي اللعبة دي، انا في الفضاء. انا همسك راسه. مسكت راس الفضائي. ايش ده؟ انا فين انام دحين؟ فين كنبتي؟ يا ليث، لقيت ماكيت النيزك في غرفتي. هذا مو ماكيت يا رزان، هذا نيزك حقيقي، ما صدقت اني الاقيه هنا. ايش رايك، عجبك؟ طبعا مرة عجبني، انا راح اخليه في غرفتي. ليث، ايش كل هذا؟ كيف جبت الاشياء هذه كلها؟ بالكريدت كارد حقتك يا بابا، انت نسيت؟ انا اللي بدير البيت الحين. ادارة ايش دي؟ وكمان حمام كور في الصالون وبابا نايم جوتها. ماني نايم، جالس اريح جسمي شوية. شوف يا بابا، انا جبت لك هدية. تاتا ميجا توث، ما تور 8500 حصان، ولما تدوس على البنزين بيسوي صوت نمر. هذا ولا ايش؟ اوف اوف، انا دلوقتي في اعلى حتة على الجبل، المنظر حلو قوي، ده زي الحقيقي بالظبط. ايه ده شمام، شمام الجبل. هذه راسي يا استاذ فلافيلو، ممكن تشيل يدك؟ ده شمام. ليس بيك، السفره جاهزه. مين هذا كمان؟ هذا الطباخ الجديد يا بابا، عملت لك بطه بالبرتقال مثل ما طلبت يا بيك. انا بطه وده برتقال، بس انا مش فاهم حاجه خالص. يلا يا ليث نروح نجيب اغراض للبيت قبل ما ناكل. يلا، الهليكوبتر منتظر على السطح. هليكوبتر ايش؟ انت ليش ماسك خشمي يا فلافيلو؟ مش عارف اروح على السيتنجز، كل ما اجي اظبط حاجه الاقيني ماسك مناخيرك. يا جماعه ما ينفعش. استاذي برجع لكم على نفس المكان بعد ساعتين. تمام، متشكر جدا. صابونة وجه، سفنجة، مكرونة، صلصة، بيض، زبدة، معجون أسنان. معجون أسنان؟ 15؟ هذا كثير. ورق تواليت 20؟ الأغراض هذه غالية مرة كده طول الوقت؟ هذا مو معقول أبداً. شيدر 15؟ هتدق 25؟ آيس كريم 30؟ بسطرمة 40؟ شامبو 50؟ ما في شيء رخيص؟ ليش بتصرخ كده يا ابني؟ ايش اللي صار يا فندم؟ الحساب 450. ايش 450؟ هذه فلوس كثيره مره. طبعا كثير. خلاص ما بقى معايا فلوس. ايش اسوي الحين؟ امشي يا ماما. يلا على فين يا ليث؟ انت ليش شاددني كده؟ هذا مره كثير، كل شيء غالي، انا راسي بتلف. ايش الغلا هذا؟ هليكوبتر هليكوبتر يا كابتن، أرجوك بسرعة على البيت. هل تملك نقود؟ المسافة بعيدة جدا جدا. أنت إيش يا أخي؟ اجري يا ماما يلا.
فلوس كتير قوي. كل حاجة بالفلوس. ايوه احنا الفلوس. ما رح اعرف اضبط مصروف البيت يا ماما. معلش هدي نفسك شوية، يلا نروح البيت وتكلم مع ابوك يمكن عنده حل لمشكلة المصروف. بابا بابا. ايش في يا ابني؟ ليش بتصرخ؟ وحش. ما في وحش يا ابني، انا ابوك. وحش تاني. ما تخافش، ده ماسك لقيناه في وسط الحاجات اللي انت جبتها الصبح. بابا انتوا ليش قاعدين في الظلام؟ يا ترى ليش يعني؟ تعال معايا نسألهم ليش جالسين في الظلام. علشان فاتورة الكهرباء ما اندفعت. لأن الكابتن ليث نسى يدفع الفاتورة. أعيد السؤال تاني عشان نسيته؟ قصدكم إنه بسببي؟ أيوة يا ابني، مو بس قطعوا الكهرباء، ما في موية ولا غاز حتى. لقيت لمبة الغاز هادي، أهد مشي الأمور شوية. المهم عندنا مسبح كور. بابا بابا أنا فعلا فشلت، ما عرفت أدير البيت، الفلوس ما كفت أي شيء. من بعيد الموضوع شكله مرة سهل، لكن لما دخلت جوا حسيت إنه صعب. أرجوك ساعدني لو سمحت، أنا لازم أنجح يا بابا. أها، طالما أنك عرفت غلطتك هذا شيء مرة حلو. قل لي أنت كم تبقى معاك من الفلوس الحين؟ 250. باقي 7 أيام على آخر الشهر، مستحيل نكمل بهذه الفلوس. وأنا أحب المستحيل. إحنا الحين لازم نحط خطة تمشينا لآخر الشهر، بس يا ترى إيش هي؟ إحنا نحط هدول هنا ونقوم نشيل هدول. اللعبة هذه روعة. ها دقيقة واحدة، أنا لقيتها. ما إحنا كمان نسوي زي اللعبة هذه في بيتنا. كيف هذا يا بابا؟ شوف معايا، أول شيء نسويه نشوف الفلوس اللي متبقية معانا والوقت المتبقي، بعدين هنصرف على الاحتياطات الطارئة الطارئة. بس محتاجة تلسكوب كبير علشان أعرف أتفرج على الحفر اللي جنب المريخ. طبعاً هذه رح نقول لها لأ. لا يا رزان، عايز مايكروسكوب عشان أشوف الفرائع اللي عند البقال. ممكن تديني فلوس؟ هذا لا ترد عليه. ما رح أرد عليك. أنا أبغى مايكروفون أصرخ في العيال اللي تلعب كورة. حنقول له إيش؟ لا يا جدو، مضبوط كده. بسوي الأكل ومحتاجة فلوس عشان أجيب زيت، ممكن تجيب فلوس؟ تمام، هذه حالة طارئة، اديها الفلوس. اتفضلي يا ماما، هذول 10. الحين احنا لازم نجيب فلوس من أي مكان. ايش حنسوي؟ حنبيع الأشياء اللي مو محتاجينها. أنا دخلت في الحيطة، اللعبة هنجت. كان في أشياء كثير أنت جبتها مالها لزوم، راح نبيعهم وبكذا راح نجيب فلوس. تعالوا قربوا وشوفوا النيزك الصغنون ماسك الوحش المخيف. تعالوا تعالوا الحقوا، عندي معجون أسنان نص فاضي ونص مليان، المعجون الخطير. قرب قرب. أنا بياع شاطر. كسبنا كتير، معانا فلوس للبيت تكفينا لحد آخر الشهر وزيادة. أولي إحنا نجحنا نجحنا. يوهو، مش فاهم أي حاجة، بس بزيد في الزيتة طبعاً. يوهو يوهو. كنت عارفة إننا ممكن نعتمد عليك يا ابني. شكراً، الفضل كله يرجع لبابا. ليث عندي خبر حلو، فاضل معانا فلوس تقدر تجيب صائد الفضاء اللي تبغاه. أولي شكراً يا بابا، أنا هروح أجيبها الحين. شكراً شكراً. هو أنت يا ابني ما كنت جبتها المرة اللي فاتت لما خدت الكريدت كارد حقي؟ لما أديتني الكريدت كارد أنا نسيت اللعبة ونسيت نفسي كمان. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا زهقت قوي. حرب الكور، حرب الكور الملونة. كويس إننا لسه ما بعناها. استنوا استنوا، لا ترموا علي. دول غام، تعال جنبي. وفا طيب، حرموا عليك. تعال جنبي هنا بسرعة.
طابور طويل يا فلافيلو، أنا ماني فاهم يعني لازم بسطرمة هادي يعني؟ آه طبعاً لازم يا درغام، دي بتطلع لي في الحلم بقالها كم يوم، ده أنا أكلت المخدة فاكرها بسطرمة. أنت معك شيء واحد بس، استأذن اللي قدامك وحاسب قبله. أنا مش شاطر في موضوع إني أطلب من حد حاجة، بس ممكن أجرب. أنت يا اللي واقف قدامي، إيه؟ معايا حاجة واحدة، ممكن أحاسب قبلك؟ إيه؟ قلتلكم مش شاطر في كده. ها؟ طيب مادام معاك حاجة واحدة بس اتفضل مفيش مشكلة. اوه ايه ده غريب، ده وافق على طول، امشي من قدامي من فضلك. ها مرحبا أستاذ. اهلا بيك، عايز احاسب على البسطرمة. ما عملتش حاجة، انا ما سرقتش حاجة من حد. ايش بتقول؟ مبروك مبروك، انت المشتري رقم مليون وربحت معنا هدية كبيرة. كيس؟ لا استاذ، لك ياس عنا ببلاش. حضرتك ربحت معنا إجازة بفندق 5 نجوم على البحر انت ومجموعة أشخاص من اختيارك. ايه؟ لا مستحيل، على فكرة أنا اللي كان لازم أكسب، أصل اديت له دوري، أنا أصلاً المشتري رقم مليون مش هو. برافو برافو برافو، بينا على البحر والشمس والهواء. يلا يا ابني يلا يلا يا بابا يلا على البحر. هتدفع الثمن يا فلافيلو، أنا هدفعك الثمن. بصراحة مرة حلوة الإجازة هذه، جد شكراً، مشكور يا فلافيلو. أما نشوف لما تصحى إيش حتسوي يا أبو السباع. ليش مطلعتني متينة كده؟ صغري خصري شوية. يلا احدف الكرة يا ليث. اهو يا عم فلافيلو امسك. مسكتها. ايه ده يا عنود، هو انت كويسة؟ انا دمرتك. بس اهدى يا فلافيلو، انا هنا، هذا مجرد تمثال. ايه ده بجد؟ اصل شكله حقيقي قوي يا رزان. شكرا جدا، على الاقل في احد انتبه على موهبتي. الى جميع الضيوف، المطعم مفتوح والبوفيه جاهز وساخن. الحقوا يا جماعه، المطعم خلاص فتح اخيرا، الكل يبعد من قدامي، انا جاي. انتظر يا عمو فلافيلو، مو كنا بنلعب كوره؟ يا ليث تعال نتمشى شويه على البحر وخلينا نجمع قواقع. سوسيس سوسيس، ابعدوا ابعدوا، هات الطبق ده. فين السوسيس؟ فين السوسيس؟ هان هان. اخيرا لقيته، انت هنا يا غالي يا سوسيس. تعال لي يا صديقي. ثانية واحدة، انت كنت اللي كنت واقف الطابور الكاشير. برافو عليك، انت خدت الجايزة اللي كانت من حقي فجيت انتقم منك. انا صرفت كل فلوسي هنا، وهدفي الوحيد اني ابوظلك اجازتك. مش هتاكل سوسيس طول ما انت هنا ابدا. لا أوف. شوف هذا الحجر كيف حلو يا ليث، انا ما شفت حجر بيلمع كده في حياتي كلها. بعد ايدك عنه يا استاذ، هاد السلوتير هدية من جوزي، صلت هون الحاني. شو يا عزيزتي، مين هدول؟ انت عم تحاول تسرق خاتم مرتي؟ اسفين، امشي يا ابني امشي. بابا شوف الحوت جالس على الشط. الحوت لما يزعل يطلع يجلس على الشط، لازم نروح نرجعه البحر. دف يا ابني دف. انتوا ايش تسوون؟ كنا بس نحاول نرجعك المويه. انتوا سألتوني اذا كنت ابي ارد البحر ولا لا؟ ما سألنا. يعني بتستانسون اذا قطيتكم في البحر؟ لا طبعا، وبعدين احنا كان قصدنا بس نساعدك. انا ما حد يقدر يساعدني، لاني 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 تعيس جدا جدا. الأجازة ما تنفعش من غير سوسيس، مش كويس على صحتي، لازم ألاقي سوسيس بسرعة. أنا ما أقدرش أعيش من غير سوسيس، خلاص مش قادر. إلى ضيوفنا الأعزاء الذين جاعوا قبل موعد العشاء، يوجد بوفيه للمقبلات يمكنكم الأكل منه.
ايه ده مش معقول، بوفيه مقبلات، اكيد في عندهم سوسيس هناك. استنى يا سوسيس انا جاي. بتحب تشرب شي يا استاذ؟ يلا جهز لي شمسيه وكوكتيل فواكه يا ابني، هجيب السوسيس واجي لك على طول. تاني؟ لا ايوه انا خلاص من الجوع هاكل شنبي وانا هاكل سوسيس لوحدي. حلو قوي. البادي اظلم يا تمساح. انتوا ليش نزلتوا البحر؟ هو اصلا زعلان وما يبغى يرجع البحر. الحوت كان يجب ان يعود للبحر، واين كنت تريده ان يعيش؟ يا رد البحر تاني. بابا رأيي بدل ما ننزل البحر غصبا عنه نحاول نخليه ينبسط معانا. عندك حق يا ابني. طيب خلينا نفكر ايش اللي بيدنا ممكن نسويه يفرح الحوت. حفل كوفتيل. كرة الشاطئ. تحب أحد تاني يقف حارس؟ رقصة لومبان لومبان. لومبان 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 لومبان. النهارده بقى السوسيس بتاعي لوحدي. ها؟ لا مش هدوه لوحدي، مش هدوه، انا اللي هوصل الاول، انا اللي هوصل. اوعى يلا اوعى. باي باي. لا مش هسمح لك بكده ابدا. لو سمحت انا محتاج العربيه دي في مهمه سريه وهرجعها لك تاني. ايه ما هذا الذي تمسكه في يدك؟ قلت انزل بسرعه. انا زعلان وحزين حيل. الساعه 6 والنهار لساه بيطلع، ما احد بيبكي على الصبح كده. بقلاوه بقلاوه بقلاوه. كيف؟ يعني أنت بتبكي كل هذا عشان تبغى بقلاوة بس؟ أيوة. كنت قل لنا من الأول، أنت صار لك كم يوم مدوخنا، لو نعرف كنا جبنا لك بقلاوة. يلا نروح نجيب له بقلاوة من البوفيه. أبيها بالفستق مو بالجوز. وسعوا. أنت مش هتاكل سوسيس في الأجازة دي، أنا لا يمكن أسمح لك أبداً. أنت مالك بس؟ شيل ايدك ابعد بقى. تمام جبنا البقلاوه، يلا معايا. استاذي من بعد اذنك، ما بيصير تطلع الاكل برات المطعم، هي قوانين الاوتيل استاذ. بس يعني الحوت يبغى بقلاوه. اي حوت؟ عفوا استاذ. استنى بس، احنا مضطرين ناخذ البقلاوه هذه. قوانين الاوتيل انه الاكل ما بيطلع من هون ابدا. احنا مو عارفين ننام بسبب الحوت، وهو كان نفسه في بقلاوه. اجري يا ابني اجري. البقلاوه استاذ ما بيصير، وقفوهم يا امن. ها؟ ايش حنسوي؟ هدول واقفين على الباب. فلافيلو فلافيلو تعال ساعدنا. سيبه انت، سيبه، بقول لك سيبه سيبه. ايش حيطلع دلعوم؟ لازم اكل السوسيس لوحدي. احنا بنحاول نرجع الحوت البحر، لازم ناخد البقلاوة هذه. انت بتطلب حاجة صعبة قوي يا درغوم. حاول بس يا فلافيلو، انت دايما بتتصرف زي الابطال وزيادة. مش معقول الكلام ده، اثر فيا قوي. ايوه انا بطل كبير وهاخد السوسيس كله. ترررو ترررو. ابعد عني بقى، البطل جالكوا خلاص. انتوا اللي بداتوا، هديكوا بالشوربه. شو هذا؟ شو هذا اللي زحلق؟ شو هذا؟ شو لا استطيع ان اقف. مرة شاطر يا عمو فلافيلو. سوبر فلافيلو هينقذكوا واحد واحد. بفكر أدخل فريق فتيات القوة. هذه هي، جبنا لك البقلاوة خلاص يا سيدي. أولي مو مصدق أنا أخيراً باكل بقلاوة.
أنا مستانس، وايد مستانس. أولي بابا، إحنا أنقذنا الحوت الحين. مشكورين حيل يا أصحابي، أنتوا فرحتوني وايد. أنا خلاص برد البحر. بالكم على حالكم، يلا باي باي. باي باي يا حوت، مع السلامة. أخيراً راح. أيوة راح يوحشني. حنعرف ننام أخيراً. مرتي ضيعت الخاتم يلي كنت جايب ليا بالبحر، تعبت لقدرت اشتري ليا. الحوت سكت، حتبدأ انت تبكي. ايش اللي صار لسيارتنا القديمة يا ضرغام؟ انت ليه جايبنا في شيء يشبه مركبة الفضاء؟ ايش اسوي؟ السيارة اكيد زعلت من شيء وما بتشتغل كالعادة. غير محطة الراديو يا ضرغام، زهقت من الاغنية دي، يا ناري يا ناري يا ناري من الصبح. الاريال مو لاقط اي محطة تانية، عشان احنا برا المدينة. طب خد السي دي بتاعي شغله ومتأكد حيعجبك. ايش في ده؟ في درس بيشرح تعليم اللغة اللمبانية بتاعتي. ايش اللمبانية هذه؟ اللمبانية هي لغة اخترعها وبيستعملها فلافيلو. الدرس الاول، صباح الخير باللمبانية يعني سلام الصبح بدري، ولما نيجي بقى نستخدمها في جملة سلام الصبح الفطار جاهز. أنا بحب القرى السياحية جداً، حمامات سباحة كبيرة، شمسيات وكوكتيلات فواكه، بوفيهات مفتوحة. أحد يفهم عمو فلافيلو إننا منا رايحين قرية سياحية عشان نتفسح. إزاي كده؟ إزاي؟ فلافيلو أنت تقريباً كده فهمتنا غلط. أنا قلت لك قبل كده إن إحنا رايحين القرية عشان ناخد الفدان اللي ورثناه. بتقول إيه؟ قرية؟ ما فيهاش حمامات سباحة وبوفيهات؟ ما في شيء من هذا هناك يا فلافيلو. هو يعني ايه ما فيش؟ ما في شيء. انترنت؟ ما في. تلفزيون؟ ما في. فيديو جيم؟ ما في. نزلوني من العربية دي دلوقتي. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ استنى، انا مش هستحمل. يا ناس الحقوني، ساعدوني، الحقوني. فلافيلو انا عايز انترنت، ماليش دعوه. استنى ايش ده؟ شويه شويه انتبه. اهلا بيكم باللمبانيه، اتشرفرفرنا بيكم. عجبك اللي سويته يا فلافيلو؟ بسببك هنمشي كل هذا الطريق على رجولنا في الحر. مش لاقط، مش لاقط ولا شرطة حتى، مش راضي يحمل صورة واحدة. هو في ايه؟ غزان، شفت الجزر اللي بيتحرك هناك هذا؟ ايوه الجزر بيتحرك وبيرقص كمان. انت تفرجت على كرتون كتير الفترة الماضية. انا اتكلم جد، صدقيني تحركوا. يا اولاد تعالوا بسرعة تعالوا. ايش المكان ده يا ضرغام؟ هذا الفدان اللي احنا ورثناه عن اهلنا. فدان ايش؟ هذا فدان كله طين وما في ولا زرعة. فدان كله طين بس؟ مرة فظيع. ده حتى مش واصل له انترنت. لا تبالغوا لو سمحتوا، المكان محتاج شوية تنظيف مو أكتر من كده. بعد إذنك، أكيد في العالي هنا في انترنت أشوف بيه فيديو. فلافيلو أنزل من فوق حالاً. الجزر بتحرك قدامك. اجري يا رزان. بالراحة يا ليث، استنى. مشوا من هنا، شوفي شوفي. ليث، هو بعقلك ينفع إننا نطلع نجري ورا الجزر؟ أيوة ينفع. إيش هذا؟ أرنب إدنه من جزر. فار خشمه من الباذنجان؟ لا، رؤوسهم عليها خضار. الجزر أكيد بيقوي النظر بس مو بيقوي السمع. يلا يا جماعة نسقف للي قال النكتة دي. سقفوا سقفوا للقرد. مكانك مش وسطينا، مكانك الكوميدي شوز. دول ودنا ومناخيرنا فعلا، بس احنا تحولنا بسبب مخلفات المصنع ده. ما عندهم هنا محطات معالجة ولا ايش؟ لا في طبعا، بس قلنا لهم ما يشغلوهاش. الودان دي موضة السنة دي، اكيد ما عندهمش محطات معالجة طبعا. بس اللي بيسووه هذا جريمة، ما ينفع يوسخوا الطبيعة كده. امشي يا ليث، يلا نروح نتكلم معاهم. احنا فاضيين لكل هذا الكلام؟ حقيقي عندك شغل كتير قوي يا نجم، ده انت حتى كنت بتحل مشكلة المياه في الصحراء. ما تتعصبش يا أرنوب، انت عندك الضغط. هذا كان آخر شيء، كده لمينا الزبالة كلها. تعبت قوي النهاردة، أما أخد لنفسي سيلفي وأنا عرقان كده.
متعة الحقل مع الأصحاب. يا لهوي، لسه الشبكة ضايعة ومفيش إنترنت. تمام كده، كده آخر تمام. الحين لازم نكنس الأرض بالجرار. أوه، جرار. بيري بيري بيري. لا مالي صالح، أنا الأول. خد حزامك، أنا قدامك. هنمشي بسرعة. هو هنمشي مرة بسرعة. يا فلفيلو، هو أنت دايس على البنزين وأنا ما أدري؟ دايس بنزين على الآخر. ها؟ ماني منتبه. بتهيالي احنا ماشيين بسرعة. حتى الفار العجوز عدانا. ما تبصش عليه، لحسن تحسده. العمال يطلبون زيادة رواتبهم. وانا كمان بدي اسبح مع البط بمسبح كله ذهب، بس للأسف مو كل شي بيصير. يا عزيزي، مو كل يلي بدنا اياه بيتحقق. يلي بعده. العمال دايرين لهم عطلات عمل إضافية. وانا بدي اقعد يوم الجمعة احضر كرة قدم، بس مرتي بحياتها ما راح تخليني. يلي بعده. هذان الشخصان يريدان مقابلتك. طيب انتم معكم 6 ثواني ونص وراح نبلش من هلا. اهلا سعادتك، صرف مصانعكم بيصب في الصرف الصحي ومؤذي للطبيعة والحيوانات. ليش ما تسووا محطات معالجة من أول؟ كثير غالية وما لها لازمة. لازم نشتكيكم لأنكم ما بتشتغلوا. عيد هالحكي مرة تانية. 6 ثواني ونص خلصوا، زحلطوهن من هون. دقيقة، لازم تنفذ مطالبنا. حنشتكي. تمام كده، احنا كنسنا الأرض بالجرار وحندخل على المرحلة الثانية. يا ترى ايش تبغى تزرع هنا؟ كب كيك شوكولاتة. مو ايش تاكل، اقول لك تبغى تزرع الفدان ايش؟ كباب. الكباب ما بينزرع، قول فاكهة او خضار. تمام، بيتزا سخنة. ايش فيك بس، البيتزا كمان ما بتنزرع. ازرعوا البطاطس، بطاطس المكان هنا مناسب ليها. يعني بطاطسات باللومبانية. ايه البطاطسات دي؟ يلا نزرع بطاطسات، بطاطسات كتير قوي. بطاطسات، 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 احنا نزرع بطاطسات. تسقيف، تسقيف، برافو، حليتوا الموضوع بسرعة فظيعة. برافو، برافو. انفضحنا قدامهم. اها، قلت لك لا نروح من أول. لا يا ليث، ما حنستسلم، أنا اشتكيت وحيكلموني. ألو، أهلا يا أستاذ. كيف، ما هي مشكلتكم يعني؟ هذه ما هي مسؤوليتكم؟ مسؤولية مين طيب؟ ما ينفع كده. ألو، ألو، قفلوا الخط. طبعاً قفلوا، مش مشكلتهم. إحنا مناخيرنا بقت بتنجان هنا. دقيقة دقيقة، مو مشكلتهم؟ طيب، طبعاً إحنا رح نخليها مشكلتهم. كيف يعني؟ حقول لك، شوفوا معايا، لما نرسم هذا كده، إيش ده قولوا لي؟ دي رسمة. رسمة إيش بس هذا المصنع؟ إيش اللي حيصير لو نقلنا إحنا النفايات هذه في أنابيب تحت الأرض توصل للحي؟ هيحصل إزعاج كبير. سيبك من الإزعاج، لو وصلت النفايات اللي في الأنابيب لموظفين الحي حتصير مشكلتهم هم، مو أحد تاني. الخطة جميلة وكل شيء، بس كيف حننفذها؟ وكمان من تحت الأرض؟ أيوة، هذا هو الجزء المستحيل. يا ليتنا كنا بنعرف نتكلم مع الخضار، كانوا يمكن يساعدونا من تحت الأرض. طبعاً نقدر نتكلم مع الخضار، لو استخدمنا اللغة المناسبة ممكن نتكلم مع أي كائن حي على الأرض. أيوة، فاكر جارنا العجوز عم زعل؟ هو كمان بيقول إنه بيعرف يتكلم مع الزرع والورد كمان. القصب بتاعي فين؟ أنت، أنت اللي خدت القصب بتاعي. قولي أنت اللي خدته؟ أنا هعاقبك، مالكش مية لمدة يومين. أخيراً خلصنا الأرض. كفك يا فلافيلو. ما فيهاش حل يا درغام، مش قادر أرفع إيدي. ضبطتوا الأرض فعلاً، برافو عليكم. اتفضلوا، سويت لكم عصير ليمون. بابا، إيش؟ إحنا محتاجين مساعدتكم. إيش فيه؟ في مصنع هناك بيأذي الطبيعة والحيوانات بالنفايات حقته. محتاجين بطاطسكم عشان نوقفهم عند حدهم. يا بنتي فهميني، ليث بيخرف مرة تانية. بابا، ليث بيتكلم جد. حنكلم الزرع ونطلب منهم إنهم يساعدونا. أنا هبدأ. ألو، أنتم سامعيني؟ ألو يا بطاطس. لا لحظة، لازم تكون إيجابي وهادي كده. أهلا يا بطاطسات يا حلوين، تعالوا، ممكن تساعدونا لو سمحتوا؟ مو سامعينا، ما ردوا علينا. وسعوا لنا كده يا شباب. إيه الأخبار يا بطاطسات؟ اسمين أنا فلافيلون. أي فروم فين فان أين فرون فاين؟ مهتر، مهتر، مهتر. إمبريري تهتاتو تا
مو معقول، اللغة اللمبانية؟ وكيف البطاطس فاهمين اللغة اللمبانية؟ فهمني. ما أنا عارف يا ابني، في يوم من الأيام كله هيتكلم لمباني. يا ريت تسألهم، هم ممكن يساعدونا؟ حاضر. بلا لينكو لمبا، لمبا بلا لينكو. أبيرا برجري، أبيرا بيري. لا يا عم ما تقولش. أتشوتشت. تمام الموضوع اتحل. أولي. ترى طلع للبطاطس فايدة تانية. يلا نبدأ حالا. المسؤول عن النفايات هاي، قول بسرعة. يا معلم، النفايات هاي جاية من مصنع الكيماويات يلي بأول الطريق. رح فرجيه هون. روح جيب لي وصولات الغرامات وقلمي بسرعة، لازم يدفع الثمن غالي. خلصنا. برافو عليكم، احنا فخورين بيكم فعلا. بشكركم يا شعب يا حلو. اتطبقت غرامي على مرتضى بيك مدير المصنع لأنه أذى الطبيعة والحيوانات، ما تقلقوا. يا ليتك سمعتنا لما جينا لك وحذرناك منه أول. معك حق يا أنسي، غلطت غلطة. مدير المصنع وعدنا أنه راح يعمل محطات تنظيف للنفايات تبع المصنع لحتى ما يأذي الطبيعة. يلا يا مدير، قدامك 6 ثواني ونص بالضبط حتبدأ من الحين، جاهز؟ أيوة. بوعدكم حأعمل محطات معالجة ما تأذي الطبيعة والحيوانات. برافو. شكرات يا شباب علش مساعدتكم. أيوة برغام فكرني نعمل بطاطس محمرة بالليل، نفسي فيها قوي. بتقول ايه؟